يعني وقتها وتفكيرها ازاي وقعت في شباك النصابه اللي تم حصول الفلوس. يعني انا مش عارف اقول لكم ايه والله، رقم 9 مليون او ما يقرب من 9 مليون. انا اعرف ناس كتير جدا منصوبين عليهم منها، وكلهم مشهورين على الفيسبوك برضو. مبدئيا كده انا عايزك تعرفي الساده المشاهدين بيك الاول، وبعد كده تقولي لنا بقى يعني الموضوع من الاول. تمام، هو انا الاقي بقى ده كده او امسكيه براحتك خالص. تمام، هو انا اسمي نرمين محمد ابراهيم. تمام، من 10 شهور او 11 شهر بالظبط حصل لي وقعة من حد في السويس. هو انا ينفع اقول اسمها ولا مش هينفع؟ يعني بدون ذكر مفيش مشكلة. جت قالت لي بشغل الفلوس والكلام ده كله، وانا صدقت واديت مبلغ، اخدت مبلغ ازيد، اديت مبلغ تاني، اخدت مبلغ ازيد تاني، اديتها بقى كل الفلوس اللي معايا، واتنصب عليا في الفلوس وما خدتش ولا اي حاجة. انت اصلا كنت شغالة ايه؟ يعني الفلوس دي كان مصدرها ايه اللي انت بتاعها؟ انا اصلا كان عندي جروبي كان اسمه اسراء عمرو. كنت عامله الجروب دوت بقالي 4 سنين، وكنت شغاله كويس جدا، وكانت عيشتي كويسه جدا. بس زي ما قالوا كده، يعيش النصاب على قفا الطماع. انا طمعت في حاجه مش بتاعتي، وانا كنت عايشه مستوره جدا، بس هي هربت، لكن انا اللي فضلت للفضايح. انت متزوجه؟ الى الان لا، حاليا في انفصال بس مش بشكل رسمي. السبب ان زوجي شايف ان ما ينفعش ان مراته اتحطت في حاجات هو ما كانش عارفها. يعني هو كل اللي حصل ده كان هو لا ما زوجي ما كانش عارف اي حاجه خالص. مش على علمي. لا، هي كانت فلوس شغلي، لان هو كان شغال حاجه تاني، فهي كانت فلوس شغلي، فهو بالنسبه له ان انا عملت حاجه من وراه يعني. وبالنسبه له فضايح النت ديت فضايح كبيره، لان هي لما مشيت انا من خوفي من الناس اضطريت ان انا اخد فلوس تاني من حد عشان اديها لحد، والحد ده يزود عليا، والحد ده يتكلم، والحد ده يقول، والكلام ده كله. بس انا اللي حاليا دلوقتي اللي مفضوحه. انا اللي حاليا دلوقتي بيقولوا عليا ان انا نصابه، والموضوع اصلا بيرهقني نفسيا جدا جدا جدا، لاني معلش هي نصابه نصبت وهربت، لكن انا قاعده وبسد وبواجه وما قفلتش تليفوني، ما هربتش. انا سديت ناس كتير جدا، ويعني المفروض يطلعوا ويقولوا ناس كتير جدا. وفي ناس تانية اخدت مواعيد بمواعيد السداد، بس في ناس تانية اخدت فلوسها بربا، وانا قلت اللي اخد فلوسه بربا مش هديله حاجه، وهلجأ للقضاء. قولي لي الموضوع قائم بقاله قد ايه؟ انت قلت لي حوالي هو 9 شهور. 9 شهور، يعني تقريبا كده الفلوس اللي كانت عليكي باللي سددتيها بكله تقريبا كده كانت حوالي حاليا لغايه دلوقتي سد حوالي 200,000 جنيه. سديتي 200؟ اللي اتنصب عليكي دي ده، او اللي يعني تم متاخد مني 384,500. 384,500. واللي عليكي بقى للناس اللي بره؟ عليا كتير عليا، بس ما زلت لغايه دلوقتي في ناس ربنا يصلح حالها نزلت الفوائد من نفسها، وفي ناس ما رضتش تنزل الفوائد ورفعت قواضي والكلام ده كله. طيب، والقضاء بياخد مجراه. يعني انت كان معاكي فلوس واديتيها فلوس، فهي رجعتها لك تاني بمكسب، صح كده؟ وبعدين اديتيها الفلوس تاني. هو كان اليوم اللي الدليفري، اليوم اللي كان بيجيب لي فيه الفلوس، هي كانت بتتصل بعدها ب 10 دقايق بتقول لي في عربيه جايه لي بكذا وكذا وكذا، وانا كنت بصدق. بضاعه يعني؟ بضاعه، كانت بتقول ان هي شغاله بكل حاجه، اقساط ومدرب كل حاجه. فطبعا انت لما لقيت ان الموضوع فيه مكسب مربح وسريع اتجهت ان انت مع اني انا اصلا كده يعني. انا قلت الناس، وهي هو اللي قال لي من الاول اصلا، حد اختي يعني هي اللي اتكلمت معايا في الاول، اختي قالت لي في حد 1 2 3 بيعمل 1 2 3 وانا واثقه فيه والكلام ده. بس اختي برضك منصوب عليها في 267,000 جنيه منها. بس اختي ما وقعتش نفس الوقعه اللي انا وقعتها، او اختي ما اتفضحتش، او يعني ما حصلش اي مشكله لاختي والكلام ده كله، بسبب اني اختي ما عندهاش جروب، فاهم؟ لكن انا عشان شخصيه معروفه عندي جروب، هم مسكوني من نقطه ضعفي والكلام ده كله.
هو مجموع يعني مجموع المبلغ النصب على الناس كلها مين اللي هي نصبت عليهم؟ حوالي 8 مليون او 9 مليون. انا في ناس بيتكلموا بيقولوا لينا 2 و3 على كام شخص يعني دي اللي متفقين؟ حوالي 11 12 شخص، كتير ناس كتير. ناس كتير قوي وكلهم معاهم احكام. انت دي معاك حكم قضائي عليهم؟ والباقيين برضه معاهم احكام؟ كلهم معاهم احكام. حتى كانوا من اخر فتره قالوا ان احنا هنروح الاموال العامه علشان نتجمع كلنا وما نعمل كلنا في الاموال العامه والكلام دوت اتاخد بسرعه. حتى من قيمه شهرين كده نزلوا بوست وقالوا ان هم مسكوها في اسكندريه واحنا صدقنا والكلام ده، بس كله طلع كذب يعني. هتقول لنا على اللي حصل معاها بالظبط وازاي وقعت قدام النصب الكبير اللي تم معاها. طبعا هي مش لوحدها. كملي كلامك. اتفضل من حضرتك. قولي لي بقى يعني ما كنت انت عايزه تبداي منين وكملي. انا مش مشكلتي دلوقتي فيها، انا عارفه ان هي هربت وكده انها اصلا مش هتتجاب. يعني هربت بالمبالغ دي فاستحاله ان هي تيجي. لا طالما عليها احكام ما هي مشيت قبل ما حد يرفع عليها وصولات امانه، يعني هي سستمت امورها قبل ما يترفع عليها اي وصولات امانه وهربت واخدت ولادها واخدت جوزها، فانا ما اعتقدش ان هي هتيجي. ما عنديش فكره جوه مصر ولا بره مصر؟ لا اكيد ما اعرفش، ما انا اكيد انا اكتر واحده عايزه تعرف هي فين. قولي لي هي مين عرفك عليها بقى؟ هي اصلا هي كانت عارفينها من زمان، هي كانت مامتي كانت صاحبة اختها جدا جدا وكنا متعرفين عليها. انا شخصيا عارفاها من وانا بنت، من وانا صغيره. طب وموضوع النصب اللي هي عملته ده ما كانش يعني دي كانت يعني ولا دي لا ده كان جديد عليها، انا ما اعرفوش يعني بصراحه. هي عمرها مثلا عايشه بشخصيه؟ ما اعرفش حاجه عنها، ما كنتش اعرف حاجه عنها. ماشي، ما انت بتقولي ان هي كانت موجوده عندكم. ايوه هي كانت بتيجي عندنا تمام، بس انا ما يعني ما عاشرتهاش، يعني مش هفهمها قوي. ما هو مش هما بيقولوا دايما تعرف فلان عاشرته؟ لا ما تعرفوش. انا بقى ما عاشرتوش يبقى ما تعرفوش. انا ما عاشرتهاش، هي كانت بتيجي. طب ازاي اتدخلت معاها في فلوس؟ هي اختي كانت بتتكلم معاها على طول ان هي كانت بتبيع حاجات بالقسط تمام؟ دي اللي هي السيدة. وراحت طلبت تليفون، اختي طلبت منها تليفون، فهي جابت لاختي التليفون واختي خلصته لها. تمام. راحت قالت لها انا مش محتاجة سيولة، محتاجة تمام. فلوس. تمام. فايه رأيك تديني 1 2 3، انا شغالة كده مع ناس كبيرة في السويس. تمام. اختي قالت تمام، فاختي قالت لي، رحت انا من وراهم انا كلمتها. تمام. انا كلمتها اختي لما قالت لي انا كلمتها والكلام ده. فلما كلمتها هي يعني مثلا لو احنا الاثنين اخوات لا لازم توقع ما بيننا احنا الاثنين عشان تعرف تدي بره اكتسب عشان يبقى سرك ليها وسر بالظبط. يعني انا ما كنتش اعرف ان اختي منصوب عليها بكام بالظبط، انا عرفت من اختي قالت. يعني انتوا كنتوا عايشين في بيت واحد انتوا الاثنين وانتوا الاثنين مشغلين؟ لا انا كنت متجوزه. انا متجوزه يعني كنتوا يعني اخوات بس انا ما اعرفش. انتوا الاثنين شغالين مع نفس الممول؟ وما عرفتوش؟ واحنا مش لوحدنا. حصل اللي حصل. عرفتوا ازاي بقى يعني؟ جالك الخبر ازاي او عرفت ازاي؟ انا كنت فاتحه النت مره واحده لقيت حد نصب عليه 1,300,000 منزله بوست وكاتبه حزب الله ونعم الوكيل فيكي يا سيده ومنزله صورتها، ولو يا جماعه حد يعرف بيتها. اتواصلت اتصلنا بيها تردت علينا وقالت لنا انا والله العظيم مش هربانه تمام، انا اتنصب عليا، ده اللي قالته، انا مش هربانه انا اتنصب عليا وهرجع في شهر 2 وهدي كلكم فلوسكم، انا مش نصابه والله. وشهر 2 ده ما قالتش السنه كام؟ لا ما قالتش. يعني هو شهر 2 وخلاص. تمام. 2 2030 بقى ممكن، و50 و50 هنا وحيك ربنا يكون كبر. ماشي. طيب قولي لي بقى يعني بدات تتصرفي ازاي بعد ما عملت كده؟ يعني ايه اللي حصل
يعني انت اول حاجه كده في يوم من الايام صحيتي من النوم لقيتي نفسك منصوب عليكي عن طريق الفيس، بداتي تقولي بقى ايه يا لهوي، صح كده؟ وما نزلتش صورها تمام، وما نزلتش اي حاجه ليها. اتصلتي واول ما ردت عليكي خلاص انا صدقتها سكنتك بكلمتين. وقالت انا يعني هي كمان قالت ايه، انا ما اتصلتش بحد خالص غيرك، طلعت مكلمهم كلهم. تمام، هي كانت كل حد اتكلمه تقول له انا ما اتصلتش بحد غيرك انت، انا ما اتصلتش بحد غيرك انت. بس ف هو ده اللي حصل، هو ده اللي حصل. بس المشكله اني انا وقعت في حاجه اكبر من المشاكل دي كلها. هي هربت وعايشه مرتاحه، انا حاليا مش عارفه انام. انت بقى حياتك اتدمرت، بيتي اتخرب. بيتك اتخرب. والديانه طبعا بيطردوكي لان انت دخلتي معاها انك تكوني وسيط، صح كده؟ لا، هم الديانه اللي تبعي ما لهمش علاقه بيها. لا، انا اللي خدت ان هي جمعيه 90,000 والكلام دوت حاجه. انا هي كانت داخله وقبض الدور، تمام؟ لما قبض الدور وهي اصلا كانت داخله بثمن تنفار. ثمن تنفار؟ يعني ب 24 ب 24,000 جنيه، وهي الجمعيه كانت 30 بتقبض 90. قبضت اول دور وقبضت ثاني دور. اول دور هي اللي خدته، ثاني دور وثالث دور كان حد ثقه عندي اخدهم، تمام؟ جت رابع دور كانت هي هربت، انا كفت من الفضايح على النت والكلام ده كله. جيت استلفت الفلوس كلها، وطبعا لما جيت استلفتها بزياده. دي المشكله اللي وقعتني، يعني انا يوم ما خدت بزياده. هنا بدات بقى الربا بدا يبقى زي النار ياكل في حياتي. بالظبط، صح كده؟ وهم مروا يعني خلاص ما رحمونيش. اللي خدت منه 20 عايزهم 100، كل اللي انت خدتي منه. محدش فيهم وقف معاك؟ لا، محدش خالص وقف معايا، بالعكس. انا عفش بيتي كله اتاخد واتباع ب 50,000 جنيه، وهم عايشين في ابراج ومرتاحين. يعني ما كانتش فارقه معاهم؟ يعني ما كانتش فارقه. يستنوا يعني؟ يستنوا ايه؟ كانوا خدوا فلوسهم الاساسيه. يعني هي عايشه في برج هي وعيالها، كانت خدت فلوسها الاساسيه، لكن هي ما عملتش كده خالص. طب تقولي ايه بقى انا عايزك توجهي رساله لكل الناس بعد اللي حصل معاك. انا مش عايزه اي حد يثق في حد تاني، عشان محدش، لو وقعت محدش هيساعدك، ولا اخوك ولا اختك ولا امك ولا ابوك ولا اي حد، مفيش حد بيساعد حد. طب يعني انت دلوقتي حياتك عايشه ازاي؟ انا حاليا ربنا، يعني ربنا مطلع عليا الحمد لله. انا شغاله في جروبي اللي ستات السويس برضو مش سايبيني بحاله بسببه. اشمعنى انا اللي يعني اشمعنى انا اللي عليا الانتقادات دي كلها، واشمعنى انا اللي بيتكلموا عليا. انا جاي شهر رمضان اللي فات عليا كان أسوأ شهر في حياتي، شهر رمضان يعني المفروض ان هو شهر الخير وكل الكلام ده كله. لا بالعكس، انا كان أسوأ شهر في حياتي شفته والله. شفت اهانه محدش شافها، شفت ذل، شفت مرمطه، شفت كل حاجه وحشه ممكن حد يستحملها. انا الايام ديت الحمد لله بقيت كويسه، علشان يعني ربنا بدا يكرمني، علشان انا في نيتي السداد. انا ما هربتش مع حد، انا ما قفلتش تليفوني، انا برد على كله. ممكن ان انا اقول لك كنت زمان الاول يعني بقول هبعت لك بكره وهبعت لك بعده كخوفي من الناس، لكن دلوقتي لو حد ليه حاجه بقول له لا انا حاليا مش معايا، هديك في ميعاد محدد هديها لك فيه. لكن انا نفسي كل اللي بينتقدوني اصلا كانوا كلهم مقدمين ان هم عايزين يساعدوني، وانا رفضت المساعدات دي، ولما رفضتها كل حاجه اتقلبت ضدي.